هذا البيان، البيان العسكري، بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنتم كجمعية للتغيير ومتواجدين داخل الميدان، ما هي توجهاتكم في المرحلة القليلة القادمة إذا كنتم تقولون أن هذا البيان لم معلش حضرتك سؤال ثاني لو سمحت. نعم، أعود بك أستاذ محمد إلى البيان، البيان الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنتم كجمعية، الجمعية الوطنية للتغيير، كيف تتحركون خلال المرحلة القادمة إذا كنا سمعناك تقول أن هذا البيان لم يأتي بجديد بالنسبة لكم؟ هو طبعا هيكون في تصعيد، ولكن لم نأخذ أي قرار حتى الآن لإيه المرحلة الجاية من التصعيد. فإحنا في انتظار الاجتماع النهاردة إن شاء الله بالليل لجميع القوى المعتصمة بالميدان لتحديد ما هي الخطوات. قبل الوصول إلى 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 هذه المرحلة التي تتحدث عنها، هل هناك تنسيق بين الائتلافات والجمعيات المختلفة مع مجلس الوزراء؟ نعم، معلش سؤال ثاني لو سمحت، الصوت مش واضح. تحدث البعض عن التوجه إلى مجلس الوزراء وعقد جلسة حوار تشاورية مع رئيس مجلس الوزراء بخصوص جدول زمني لتفعيل ما جاء في بيانه بالأمس، هل أنتم متوجهون إلى مجلس الوزراء؟ احنا طبعا بنتواصل مع مجلس الوزراء وبنقدم المطالب بتاعتنا وبنرجو ان المطالب دي تتم بسرعه لو تنفذ على ارض الواقع. طيب يعني اذا كنتم تتواصلون مع مجلس الوزراء، اذا اين تكمن المشكله في هذا البيان الصادر من القوات المسلحه؟ يعني ما هو تعليقك؟ ما الذي تعترض عليه في هذا البيان اذا كان التواصل او الجدول الزمني لمطالب الثوره موجود؟ البيان بعيد كل البعد عن المطالب اللي احنا طلبناها. البيان ما تطرقش لاي مطلب اللي احنا اتكلمناه، يعني ما تطرقش الى مثلا قضيه محاكمه مبارك. تمام؟ لم يتحدث ازاي حاكم مبارك وحاكم النظام الفاسد. فده مهم جدا. المحاكمه العلنيه زي ما احنا طلبنا. يعني ما اتكلمش عنه خالص، ودي من اهم المطالب. نعم. فالكلام كله فعلا كان مرسل جدا. بعيد كل البعد عن المطالب اللي احنا طالبها. وده طبعا ما يحققش اي شيء لفض الاعتصام نهائيا. الاعتصام سيظل مفتوح الى ان تتم تلبيه جميع المطالب. نعم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد خميس، عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير.